بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه نيسان تيرانو دي، يعني تيرانو 2، نوريكم المكونات نتاعها بعد ما ينزل المحرك، بعد ما نهبطوا الموتور فما حاجات تقعد تحت في مكان الموتور، نوريها لكم. أن هذيك مثلا البوات، هذيك البوات فيتاس، وهذه البيتين اللي داخل، هذيك البيتين تاع المبرياج هي والفرشاة نتاعها. طبعا اللي خارج من البوات هذاك اسمه بريز ديريكت، يعني هذاك العمود الخارج. من هنا على الجهه هذه فما التيب نتاع الشاكمون اللي خارج الدخان، عندنا من هنا الديريكسيون اللي هي البوات ديريكسيون اللي هي في بلاصه السكاتولا او الكريمير. عندنا من هنا على يميننا السيرفو هذا نتاع الفرام اللي هو نتاع الفرامل، عندنا مدخل الفرامل. عندنا في جنبها لابياس اللي هو تبع الفرامل، هذه لابياس. والجنب عندنا هذه الديريتات نتاع، يعني التيبات نتاع الكريماتيزير. عندنا هنا في الوسط فما البون افون، هذا يسموها هذا اللي يمشي كات فوكات. هذا الفرق بين العاديه وبين الكات فوكات، كون العاديه ما فيهاش واحد كيما هذا، لان واحد في الخلف فرقه، وفما اللي هي اربعه يعني تمشي بالاربعه عجلات، فيها واحد قدام واحد من تالي. هذا يسموه دوبل بون، يعني بون اريير بون افون. هذا في يعني العجلات من قدام يمشوا بكاردونات كيف يعني تنجم تمشي بالاربعه السياره هذه، وتنجم تمشي بالزوز هذه. وهذه الشاسيه طبعا نتاعها من هنا يمين ويسار الشاسي. هذه عندنا هنا الخيوط نتاعها، والفلتر نتاع المازوت، والخزان نتاع زيت الاسيسي، وهذه طرمبة الاسيسي. هذوما الحاجات اللي موجودين الداخل في وسط السيارة هذه. الديسك نتاع الفران والمايو، هذه في وسط الكاردون يخرج كامل. هنشوفوه ندوره هناك، يحط يعني الفيتاس أربعة في أربعة، يعني يتولي يدوروا هذوما بعضهم الأربعة، يسموها كات فوكات. فيها تريونجل من فوق وتريونجل من لطه، كيما اليمين كيما اليسار. فيها ديريكت بروات نتاع ديريكسيون من لطه، من اليمين ومن اليسار. فيها امر سير نتاع ديريكسيون اللي هو باش يخلي لها العمليه خفيفه شويه في المشي. هذا المحرك نتاعها نتاع تيرانو 2 اللي هي خاطر جابها مولاها من غير محرك، باش نركبوا لها محرك من عندنا. هذا المحرك باش نركبوه لها. المحرك نتاع تيرانو 2 أو شوف فيه شكله من قدام، هذا محركها. فيه الأمامي نتاعو، هذه يسموها يعني أمبرياج نتاع مروحة يسموه، يعني هذه في عضلك يعني مش كي تكسيلاري، ما يتقواش المروحة على الموتور وتعمل صوت كبير. عاملين لها الأمبرياج هذه. هذه من هنا البومبا سيستي اللي هي نتاع دور ديكسيون يمين ويسار. هذه منها الانترناتير اللي هو المولد نتاع الكهرباء. هذه منها الكمبرسور نتاع الكليماتيزير اللي هو مكيف، هذا مكيف. من هنا البولي اللي هي تشد في البركان. من تالي كل هذيك من داخل المكونات نتاعها، من داخل البنيونات، واذا كان فما اللي فيه مشان وفما اللي فيه بنيون. عندنا هنا من الجهه الجنب هذا فيه التربو اللي هو هذا التربو، هذا التربو نتاع نتاعها من هنا من جنب هذا. هذا التربو من الخلف فيها الامبرياج اللي هو فيها الفولون موتور والديسكو البلاتو، يعني هذوما نتاع الجنب هذا. عندنا من هنا الجنب هذا عندنا البومبا جيكسيون اللي هي المضخة الديزل، هذه المضخة هذه الكهربائية بالالكترونيك، ماهيش بالبيدال، كهربائية يعني تمشي بالفيسو، يعني تمشي بالكارت بالكالكيلاتير. عندها الفيسو نتاعها يخرج منها اللي هو هذا. عندنا من هنا عندنا المانو تاع هذا نتاع المانو نتاع الزيت. عندنا المضخه نتاع الهواء اللي هي نتاع الفرامل هذه بومبا فيت. عندنا طبعا الكارتير نتاعو كبير من لوطه، خاطر لانها فيها دوبل بون، عاملين الخزان من الخلف. عندنا هذه الكور بابيون من هنا، هذه عندنا الزنجكتير، هما كلهم عاديين الزنجكتير، فيها كان البومب الكترونيك برك، اما الزنجكتير عاديين يعني البخاخات عاديين ما فيهمش واحد. عندنا هذايا من هنا ليجير، هذا ليجير تاعها، والنوع هذا ما يجي فيهم راديتير نتاع تربو من فوق اللي هو كما هذا.
اللي فيه مرجلتين بتاعت البوكيما هذا. هذوما الموديل هذوما يسموهم في بالي انتركولور. يعني رجلتين من فوق. عندنا هنا مكان الترموستات. عندنا حساس الحرارة. يعني هذه حاجات مكونات. هذا هنا يصب منه الزيت. ان شاء الله تكونوا خذيتوا فكرة على تيرانو دو، يعني تيرانو 2 هذه نيسان اسمها تيرانو دو. كملنا ركبنا تو المحرك بتاعها والحمد لله يعني حسوا باهي مليف ما فيش حتى شيء لاباس ما يرنفلش عنده. هذا معناها اش معناها الموتور يرنفل كابل يرنفل معناتها يطلع بالدخان من هنا. اما الزيت هذاك ما يهمش مش قضيه لاباس الموتور ما يرنفلش حسوا باهي يعني نظيف. حتى من هنا كيف كيف نحو الجوج هذا كيف كيف فماش تنفيذ يعني موتور ممتاز حسوا نظيف. سيناري شوية ولاد أو سيناري حسوا كانوا بالدينة راكح ان شاء الله تنفعكم الحاجات هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.